يعني بعد منطقة درعا البلد وطفص واليادودة والمزاريب وغيرها من المدن والبلدات في ريف درعا الغربي، اليوم نحن في سحم الجولان حيث انضمت عدة قرى من قرى وبلدات وادي اليرموك أو حوض اليرموك كما تسمى هذه المنطقة إلى عملية التسوية التي أطلقتها الدولة السورية منذ عدة أشهر. نحن الآن في سحم الجولان بهاء كما تشاهد، في مركز التسوية الذي أحدثته الدولة في هذه المنطقة كما تنص بنود التسوية التي طرحتها الدولة بدخول قوات الجيش العربي السوري إلى هذه المنطقة وإنشاء هذا مركز التسوية لتسوية أوضاع المسلحين. أيضا ستبدأ بعد ذلك عملية تسوية أوضاع المسلحين والمطلوبين والفارين من الخدمة العسكرية وتسليم الأسلحة لقوات الجيش العربي السوري بما يمهد لإعادة الخدمات وإدخال المؤسسات الخدمية لإصلاح ما دمره الإرهاب. كما تشاهدون الآن في عمق الصورة هذا في هذا المركز يتم أخذ أيضا هنا اللوائح الإسمية في هذا المركز لتسوية أوضاع العسكريين، يعني منذ وجودنا هنا منذ الصباح الباكر ويتوافد أبناء هذه المناطق لتسليم السلاح لتسوية أوضاعهم في هذا المركز. إذن كما ذكرت هو بند من بنود اتفاق التسوية الذي طرحته الدولة السورية بتسليم المسلحين لأسلحتهم. أيضا هناك نقطة، أيضا يعني المواطنون في هذه المناطق هنا بعد دخول الجيش العربي السوري إلى هذه المناطق عبروا عن ارتياحهم لتغليب خيار التسوية، معربين عن أملهم بأن يعني يسود الاستقرار ربوع البلدات بلداتهم وينتقل إلى باقي البلدات والقرى لتعود محافظة درعا كاملة آمنة إن شاء الله. أيضا من المتوقع بها أن تتوالى موافقات بلدات وقرى ريف درعا الغربي أيضا في الأيام المقبلة على تنفيذ بنود التسوية التي طرحتها الدولة حقنا للدماء وإذانا بعودة الحياة الطبيعية إلى ما كانت عليه قبل الحرب، ولتجنيب أيضا هذه المناطق كل ما يخل بالأمن والأمان فيها. يعني كل المناطق بها كما شاهدت اليوم في درعا منذ الصباح الباكر، كل المناطق التي دخلت ضمن التسويات التزمت في هذه التسويات التي طرحتها الدولة والتي تتضمن جمع كل السلاح الموجود لدى المسلحين وتسوية أوضاع المسلحين والمطلوبين الراغبين وخروج الرافضين وتسليم متزعمي المسلحين سلاحهم الخفيف والمتوسط والثقيل ودخول الجيش العربي السوري إلى هذه البلدات. إذن الآن مع وجود أيضا عدد من وجهاء درعا وأبناء من سحم الجولان وجهاء من بلدة سحم الجولان هنا في حوض اليرموك تم إنشاء هذا المركز لتسوية أوضاع أبناء هذه المنطقة، ومنذ الصباح الباكر توافد أبناء سحم الجولان لتسوية أوضاعهم هنا في هذا المركز. تم تخصيص يعني هنا مبنيين في لعملية التسوية، هذا المبنى وأيضا هناك مبنى آخر كما تشاهدون بعدسة الزميل ماهر الصحن. إذن العملية التسوية هنا بها تمت بجهود طبعا بكل تأكيد من الدولة السورية من الجيش العربي السوري وأيضا من وجهاء هذه المناطق كلها وأبناء هذه المناطق الذين التزموا بكل بنود هذه التسويات بما يعود أو يبشر يعني بعودة الأمن والأمان لهذه المناطق، مناطق ريف درعا الغربي. إذن بها كما تشاهد أيضا هنا أيضا مركز آخر للتسوية، هنا على ما أعتقد هو مركز تسوية للمدنيين وهناك للعسكريين. أيضا هنا يتم تسوية أوضاع المسلحين الذين يرغبون بتسليم سلاحهم وتسوية أوضاعهم هنا في هذه المنطقة. كما تشاهدون يعني ازدحام منذ 10 دقائق فقط افتتح هذا المركز كما تشاهدون بعدسة الإخبارية السورية. أبناء محافظة أو أبناء بلدة سحم الجولان في محافظة درعا وتحديدا في حوض اليرموك، يعني هو هذا المركز بهاء مخصص لأربعة أو خمسة بلدات، هي سحم الجولان وهو يقع في سحم الجولان وبلدة حيط والمزارعة ومساكن جلين وجلين
كما ذكرت يعني تم دخول الجيش العربي السوري إلى هذه المنطقة وإنشاء هذا المركز لتسوية أوضاع المسلحين من هذه الخمسة قرى، وأيضا من المتوقع أن يتبع هذه القرى قرى أخرى في بلدات حوض اليرموك بها. هذه يعني هي هو مركز مشترك كما ذكرت نواف. الآن يتم طبعا هنا هذه اللوائح الإسمية بها، فقط أشير إلى هذه اللوائح الإسمية يعني بكل بساطة وبكل أريحية يتم إعطاء الهويات الشخصية، وأيضا فقط هنا لوائح اسمية تسجيل الأسماء وغيرها من الإجراءات الأمنية في هذا المركز. يعني هكذا هي الصورة من مركز. الصورة واضحة أيضا نوار. نعم. في بلدة سحم الجولان. نعم. سنكون معك في حال ورود أي جديد، ولكن المهم كما ذكرت نوار أن تتم عمليات تسوية في هذه في عدة بلدات وقرى في حوض اليرموك في محافظة درعا في ريف درعا الغربي. بطبيعة الحال سنكون معكم برسائل لاحقة بها تماما. بالصوت والصورة. المهم كما ذكرت نوار بأن هذا المركز هو مركز مشترك لخمس قرى محيطة بسحم الجولان. بطبيعة الحال سنكون معك في حال ورود أي جديد أو دخول بعض المناطق في إطار التسويات. شكرا لك مفادة الإخبارية نوار صقر، كنت معنا من سحم الجولان.